السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. والنهاردة هنكمل كلامنا عن سيكوال لايت. احنا الفترة المرة اللي فاتت شرحنا الانسيرت ريكورد، ازاي نعمل انسيرت ريكورد في الداتابيز، وعملنا برضو ازاي نعمل الريكورد ده ابديت. انا عاوز بقى نعمله ديليت النهاردة، ماشي؟ يقولك تعمله ديليت، ده سهل جدا على فكرة. public void برضو delete record و content module، الموديل بتاعنا اللي احنا عاملناه. طب احنا شرحنا الموديل ده فايدته ايه وبيستخدم امتى، ماشي؟ واللي مش فاهم يراجع المحاضرات السابقة، ماشي؟ هناخد اللاين ده كده كوبي، وبكل بساطة جدا انت عشان تديليت حاجة بشرط هنعمل نفس اللي عملناه في الابديت بس من غير ما نحط الكونتنتس. يعني بص، هنا في الابديت احنا حاطين هنا اسم التيبل الفاليوز، وبعدين حطينا الشرط اللي هو الكولوم اي دي دوت بيساوي القيمة اللي هنا ديت. احنا بقى هنعمل نفس الميثود ديت وزود الفاليوز، لان احنا طبعا مش محتاجين فاليوز، احنا عاوزين نرمي الكولوم بشرط. الشرط هيبقى الكولوم اي دي، ماشي؟ نقول داتابيز دوت ديليت وتيبل نيم، تيبل نيم، وبعد كده على طول الشرط على طول سترينج اللي هو يبقى احنا هنا كولوم اي دي، كولوم اي دي زائد ندخل الجملة الشرطية بتاعتنا اهوت، والقيمه بتاعت الجمله الشرطيه اللي هو لو الكولوم اي دي، قلت لكم لو هيبقى كذا كولوم هنحط كومه هنا، وهنبدا ندخل الكولوم اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، على شرط ان احنا نزود الكولومز ديت في السترينج دوت اللي هو السترينج اري دوت. هناخد ده كوبي كده، كوبي تمام، في كولوم في دبل كوت، ايوه كده، هنحط سيمي كولون بتاعتنا عشان نقفل الكلوز، وبس كده خلاص. داتابيز دوت كلوز، سوري دوت كلوز، وكده خلاص خلصت الداتابيز ديليت. خليكم معايا عشان هنشرح الطريقة التانية الخاصة بالسيكوال كويري. في السيكوال كويري هنقول بابليك فويد ديليت ريكورد تو، برضه هناخد هنا الكونتاكت موديل والداتابيز، ونفس جملة الابديت من غير ما نحط القيم، هنستخدم الشرط بس. هنقول داتابيز دوت اكسكيوت اكسكيوت سيكول، حط جملة سيكول هنا، نقول ديليت فروم، نحط اسم الجدول تيبل نيم، و نعمل مسافة هنا ونكتب وير، ونحط الشرط بتاعنا عن طريق ان احنا نضيف كولوم اي دي زائد نحط علامة اليساوي بتاعتنا والكوت الأولانية ديت، طبعا طبعا هندخل قيمة، وهنقول هنا كونتاكت دوت جيت اي دي، نعمل بلس ونحط علامة الايه السنجل كود بتاعتنا، ونقفل كده خلاص. يبقى احنا كده بنقول له ديليت فروم الجدول دوت الحين عندما هو عندما كولوم اي دي بيساوي القيمه ديت، اول ما يكون القيمه ديت بالظبط زي ما احنا عملنا هنا اهوت كده، قلنا ابديت الرو دوت ابديت التيبل ناو دوت، حط القيم ديت في الرو لما يكون الكولوم اي دي، طبعا الكولوم اي دي ده يونيك، فكولوم اي دي دوت هيساوي اللي هو كونتاكت دوت جيت اي دي، وبكده وبعد كده نعمل داتابيز كلوز، وكده خلاص احنا كده خلصنا الديليت.
أتمنى أن أنتم تكونوا متابعيني كويس، وأتمنى أنكم مركزين معايا. وإلى أن ألقاكم مجددا تقبلوا كل تحياتي. كان معكم أحمد محمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.